اكتر حاجتين بيحددوا مسار الاشعه جوه العين القرنيه هو الجزء الخارجي من العين، عشان ناس كتير مش فاهمه يعني ايه قرنيه. 90% من العينين اللي بيعملوا ليزك بيبقوا مبسوطين ما بيلبسوش نظاره. الفيمتو لعب دور كبير جدا في رفع نسب الامان في عمليه تصحيح الابصار والحصول على نتائج رائعه. ابيض اس 2 هيجي العين يقول لك انا جاي اعمل ليزك، معلش انت جاي تقلع النضاره، فسيب لي انا اختار لك يناسبك ايه. الدكتور احمد عساف استاذ طب وجراحه العيون طب عين شمس، زميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه، عضو الجمعيه الامريكيه لطب وجراحه العيون، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء، عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار، 7 أبحاث منشورة دوليا، 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية. أهلا بكم. المياه البيضاء موضوع مشهور جدا، حتى اسمه بدأ يبقى محفوظ بالإنجليزية عند كتير من الناس، الكاتاركت. كاتاركت مرض قديم جدا ومرض يعني حتى ذكر في القرآن. المرض دوت مرض مزعج جدا للمريض، وخصوصا انه مرض انسيديوس، مرض تدريجي. في الاربعينات تبص تلاقي او في الخمسينات او بعد كده تلاقي المريض بدا يلاحظ انه مش قادر يشوف كويس. المريض في السن ده راجل كبير، ست كبيره، صحيح متطلبات الحياة بالنسبة لهم زمان كانت قليلة، لكن دلوقتي ما بقتش قليلة. بقى في رجال أعمال، في سيدات مجتمع، في ستات عندهم مسؤولية بيت، شايلين أسرة كاملة على في زي ما بقول على دماغهم، في العمل، في الخدمة. عدم الرؤية الجيدة ده شيء مزعج جدا. بقت الحاجات اللي حوالينا محتاجة رؤية، يعني المطبخ بقى محتاج رؤية، السخان بتاع المطبخ او الفرن بتاع المطبخ، ناس كتير عندها فرن بشكل معين لازم اتشاف انا عامل ايه. الغاز الداخل خطر جدا، انا مش شايف كويس، انا مش عارف اذا كنت قافل ولا فاتح مفتاح الغاز، مش شايف كويس الموبايل، مش شايف كويس القرايه، مش شايف كويس اشارات المرور، مش شايف كويس الطريق، لان انا هسوق عشان اوصل بنتي او ابني او رايح لهم في مشوار مهم. كان زمان يمكن الاعتماد على دقة البصر ما كانتش زي دلوقتي، دلوقتي المسألة ارتفعت إلى درجة كبيرة يجعل معها مرض المية البيضاء مرض خطير، أو بمعنى أصح لأنه خطير، لأنه ممكن عدم الرؤية الجيدة يؤدي إلى مش خصوصا أنها تدريجية فبيتسرق النظر، أو بمعنى أصح أنت ممكن ما تكونش واخد بالك أن أنت أوريدي محتاج علاج. الكلام هنا هيفتح لنا مواضيع كبيرة ومهمة جدا، وأعتقد أنه موضوع مثير للغاية ويهم ناس كتير أنها تفهم ما هو أو ما هي المية البيضاء وما هي أساليب علاجها. قمة علمية كبيرة واسم كبير في عالم جراحات العيون، وطبعا شارح متميز للغاية، واحد من المتميزين جدا في مصر والوطن العربي في هذا المجال، وضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أحمد عساف. أهلا بك دكتور أحمد. أهلا وسهلا. كالعادة بتعبك وبسهرك. لا خالص، بنسجل بالليل خالص يا جماعة، الناس الحلوة معظم بتسجل بالليل. زي الأسبوع اللي فات يبقى خلاص، خلينا برضه متعودين على بالليل، خلاص تعودت خلاص. المية البيضاء مرض بقى أكثر انتشارا ولا احتياجات البصر هي اللي بقت أكبر؟ لا حقيقة احتياجات البصرية هي أكتر، وفي بعض السادة المشاهدين بيسألوا يقولوا هي المية البيضاء بقت منتشرة كده ليه؟ وبقت تيجي في سن صغير، ده احنا كنا بنسمع إن جدودنا هم اللي عندهم مية بيضاء، إزاي يبقى واحد عنده حاجة و40 سنة ونفاجئه نقول له أنت خلي بالك عندك مية بيضاء، بينزعج جدا. لا، هو طريقة اكتشاف المية البيضاء والتعامل معاها تطورت جدا، بقينا نعمل عمليه المياه البيضاء في سن اصغر نتيجه زي ما حضرتك تفضلت وقلت في المقدمه، احتياجات البصريه دلوقتي بقت عاليه قوي. كان زمان ما عندناش موبايل، ما كانش عندنا انترنت، ما كانش عندنا كمبيوتر، ما كانش كان التلفزيون شاشه، يعني هي شاشه لوحديها مزغلله بتاعت التلفزيون، فبالتالي انا بتفرج على التلفزيون، بنزل اسوق العربيه او بوصل العيال مدرسه ماشي وارجع تاني، حتى في وجود مياه بيضاء مأثره على النظر بنسبه 10-20% هتعايش معاه. لغايه لما اكبر في السن واحس ان المياه البيضاء فعلا بقت ومش مخليني امارس حياتي بشكل طبيعي، بلجا بعد كده للحل الجراحي. وكان هنا وقتها حل جراحي برضو، وكان فتره النقاهه طويله، وكانت المريض بيلبس نظاره، فكان يعني بنخلي المايه بدل لما توصل مراحل متقدمه ونعمل العمليه. الوضع هنا اختلف خالص، احتياجات البصريه بتاعت المريض ما بقاش يستحمل شويه الزغلله اللي بتبقى موجوده في بدايات حتى المايه البيضاء،
بيحس ان بالليل مش سايق كويس، بيحس ان الموبايل ساعات الكلام ممسوح في بعضه، مش بسبب نظاره قرايه بس، بسبب كمان الميه بيضاء في بعض الاوقات. ممكن يكون جوده الصوره بنرفزها لما يبقى قاعد قدام التلفزيون او الموبايل او الكمبيوتر. بيلجا بعد كده هو ان احنا نعمل عمليه الميه البيضاء، خاصه كمان ان احنا تطورت قوي، بقينا واثقين قوي من النتائج، وبقت الميه البيضاء ما بقتش ميه بيضاء بس، هي بقت ميه بيضاء هو اصلاح ابصار. يعني كانها زي الليزك كمان، كنا بنقدر نخلي المريض يتخلص من النظاره حتى لو كان بيلبس نظاره قبل العمليه. عظيم. هنبدا الحوار بالابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ هبدا الاول بسؤال تاريخي شويه. عمليه المياه البيضاء كانت عمليه في التاريخ ليست ذات يعني زي ما بيقولوا نتائج مضمونه زمان، كانت عملية كبيرة زمان. ده كان تاريخيا. هذا الكلام أبيض أم أسود أم رمادي؟ أبيض. أه طبعا. وإحنا كنا بنخليها لما يكون المريض مش شايف، يعني بالبلدي كنا بنقول لما المية البيضاء تستوي. تستوي يعني توصل مرحلة من التقدم، المريض يا دوبك مش شايف غير حركة الإيد أو يعرف يعد الصوابع قدام عينيه، لكن مش قادر يمارس بعد كده حياته، مش شايف طريقه للحمام بوضوح. هنا نقول خلاص هنعمل العمليه، عشان احنا ما كناش متاكدين من النتيجه او بتاعه العمليه، وعارفين ان المريض هيلجا للبس نظاره طبيه بعد العمليه، ان في غرز في العين وما شابه. الوضع دلوقتي اختلف تماما، فطبعا زمان ما كانش واثقين بالنتيجه زي دلوقتي. ابيض. دخول الفيمتو في علاج المياه البيضاء رفع من مستويات الامان بدرجه كبيره جدا، وقفز بهذه العمليه قفزه هائله. ابيض طبعا. رمادي. رمادي. مفاجأة. تصدق انا بسألك السؤال ومتوقع ابيض وهنلاقي. لا 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 لا. ليه ليه ليه؟ رمادي ليه؟ لان برضه زي اي تكنولوجيا، اذا ما كنتش انا مدرك وملم بابعاد التكنولوجيا دي كويس قوي، فانا هأذي مش هفيد. فدي احنا دخلنا على حقبة جديدة جدا من عمليات المياه البيضاء، اللي هي فيمتو كاتاركت. الفيمتو سكن ليزر لما بيمشي دلوقتي في المياه البيضاء ليه دور كبير جدا، بس اذا ما كنتش فاهم ان الجهاز ده بيعمل ايه، وانا بعمل بروجرامينج كويس قوي، يعني انا احيي المخرج او المعد ان هو جاب فعلا ده شغل، احنا بنعمل بروجرامينج. اذا ما كنتش انا فاهم كويس قوي، انا ببرمج العين دي هيحصل فيها ايه، اللي تختلف من عيان لعيان تاني، اقول ده هعمل له الميه البيضاء بالطريقه الفلانيه، هفتت الميه البيضاء بالشكل الفلاني، هعمل له فتحه العدسه بحجم قد كده، هصلح استجماتيزم قد ايه، مش هصلح استجماتيزم، انا شايف ان العين ده محتاج كذا، ده مش محتاج، ده قصه تانيه خالص. فاذا ما كنتش فاهم القصه دي فانا باذي المريض مش بفيده. فهنا رمادي، يعني هي ممكن تكون ابيض ممكن تكون اسود. ابيض لو انا فاهم التكنولوجيا كويس قوي، متدرب عليها كويس قوي، عندي فيها خبره كويسه جدا، فاكيد انا هتبقى نتائج احسن من الميه البيضاء التقليديه. لو انا مش مدرك او مش ملم بهذه التقنيه الحديثه، فطبعا انا كده هيبقى اسود، هيبقى انا باذي المريض، فالاجابه هتكون رمادي. طب السؤال كده مهم قوي، استخدام الفيمتو كاتاركت اللي هو حاله من حالات استخدام الفيمتو ليزر، صح كده، في التعامل مع الميه البيضاء، يحتاج الى مهاره اكثر من الطبيب لضمان نجاح العمليه، لضمان نجاح العمليه، هو عايز مهاره اكثر مش جهاز اكثر مهاره ودكتور اقل خبره. ابيض. ابيض. مش اسود، عشان الناس كتير فاهمه العكس، او احنا يمكن بغلط. ما انا على فكره قلت العكس، انا قلت لما الفيمتو كاتاركت يكون موجود جهاز، يعني الفيمتو يبقى مش لازم يكون دكتور شاطر قوي، عادي جهاز زي قشطه. لا للاسف احنا كلنا كنا فاهمين كده. هو يا تقدر تقول ايه، تكنولوجيا تانية جديدة خالص، بنتعلم حاجة جديدة خالص، فمحتاجة خبرة تانية خالص. هو في الآخر، في الآخر خالص، ايه ده الصورة دي جبتوها منين؟ دي صورة المؤتمر بتاعك الأخير. كان عندنا ده الجمعية الرمادية، عندنا جهاز جبار، جهاز إعداد جبار، بيعرف يعمل جهاز إعداد. مش أنتوا عندكم تتبع وتعقب؟ إحنا عندنا تعقب وتتبع، لما بنتصل بنعرف إن أنت، فبنعرف نبدأ نسيرش نعرف فين المؤتمر ده. إيه قصته بقى؟ ده أنا فاكر المحاضرة دي كانت بتكلم على المية البيضاء والفيمتو ليزر في الميه البيضاء، في حالات الميه البيضاء الصعبه اللي هي المتكلسه، وايه الفوائد وايه اللي مش يعني ايه اللي هيقدر يفيدنا وايه هيقدر مش هيقدر يعمله. لان هو برضو يمكن الواحد كان متحمس قوي ان الفيمتو ليزر هيعمل كل حاجه والدنيا، هيعمل شغل هايل،
بس لازم نبقى فاهمين كويس قوي ان هو في حاجات هيقدر يعملها وحاجات مش هيقدر يعملها. فإجابة سؤال حضرتك هنا هوت هي ايه المحاضرة دي؟ هي بيعمل الفيمتو ليزر نقلة جبارة في مجال طب وجراحة العيون بالذات تحديدا في المية البيضاء، بشرط تلم تماما بالتكنولوجيا دي، غير كده هوت فانت مش هتبقى هتعمل مشاكل. فلازم تكون اكثر خبرة مش اقل خبرة، اكثر خبرة علشان هي دي ابجريد. يعني الفيمتو ليزر مع المية البيضاء ده احنا بنتكلم مثلا عملية المية البيضاء بموجات فوق صوتية كده، الفيمتو ليزر مستوى اعلى، عشان اوصل المستوى الاعلى ده انا محتاج خبرة اكتر مش خبرة اقل. انا لغاية دلوقتي اسئلتي طبية الحمد لله، اسئلة بسيطة، الحمد اسئلة لله. واضحة، اسئلة ما فيهاش دبلوماسية، ما خلينا ماشيين كده كويس. لا ناس هتقول جاني متهم أم بريء؟ السؤال الجاي ده سؤال على فكرة سمعته بودني وتكرر قدامي، يعني مرضى اللي حكوهولي. من يروج بأن استخدام الموجات الصوتية في علاج المياه البيضاء أفضل من الفيمتو كاترك؟ ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ أفضل. بص أنا هجاوب إجابة دبلوماسية شوية، هي متهم. تمام، لان هو ممكن يكون يعني زي ما قلنا قبل الفاصل، احنا قلنا عشان نشتغل فيمتو لازم اكون املك التكنولوجيا وامتلك كمان الخبره. اذا كنت انا همتلك الخبره بتاعت الفيمتو كاتركت، فبالتالي انا لو موجات صوتيه في ايدي انا دي محاضره، لا 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 دي محاضره ثانيه، محاضره ثانيه برضه. دي قصه انتوا بتجيبوا حاجات غريبه. احنا لا بقول لك احنا عندنا جهاز عصبي في تشبع. ده كان في الجمعيه الاوروبيه لاصلاح الابصار والمياه البيضاء، دي اعلى مستوى في مستوى انترناشونال. ده مؤتمر عالمي على مستوى العالم كله. الجمعيه الاوروبيه هي جمعيه دقيقه جدا على فكره. بالظبط، وهي يعني انا شايف ان هي يمكن افضل من الجمعيه الامريكيه في حاجه، ان هو امريكا محددهم شويه موضوع الاف دي اي، مأخرينهم كذا سنه عن اوروبا. اوروبا دلوقتي متقدمه يمكن اكتر من امريكا في طب العيون، معرفش في المجالات الطب الثانيه ايه، بسبب ان هو الاف دي اي في امريكا يمكن بتخليهم متاخرين شويه. المهم اللي هي منظمه الاغذيه والادويه الامريكيه. المهم الاجابه عن سؤال حضرتك، هو ممكن يكون انا كجراح احط نفسي مكانه، انا ما عنديش التكنولوجيا دي او مش فاهمها او مش دارسها كويس، ففي ايدي انا ممكن استخدم الموجات الصوتيه تطلع عمليه احسن من الفيمتو ليزر. بس لازم نبقى الصوره واضحه ان مش معنى كده الموجات الصوتيه هي احسن، لا، هو الفيمتو ليزر اكيد احسن، لان هو ده تكنولوجيا دقه الليزر لا يمكن تضاهيها دقه العامل البشري. العامل البشري عمره هيطلع بنفس الدقه بتاعت الليزر. على سبيل المثال هنا هو انا بعمل فتحه عشان احط في المحفظه بتاعت العدسه عشان ازرع العدسه، لما بعملها بايدي بتطلع مش هتبقى دايره مظبوط، لكن الليزر هيطلعها لي دايره زي ما كان مرسومه بالبرجل. فبالتالي مهما كان ان هو واضح قوي، مهما كان الفرق ما بين الفيمتو ليزر والميه البيضاء بالموجات فوق الصوتيه، لكن انا لو ما املكش الخبره بالفيمتو ليزر فاكيد الموجات فوق الصوتيه في ايدي انا كجراح هتبقى احسن من الفيمتو ليزر. لكن الكلام عام، لا، الفيمتو ليزر طبعا دقته اعلى ونتائجه احسن من الموجات فوق الصوتيه التقليديه. فعشان كده الاجابه هتلاقيها لا ابيض ولا اسود، لا جاني ولا خليناها متهم. هسأل سؤالين عكس بعض، سؤالين مهمين قوي. الطبيب او الشخص الذي يستخدم الفيمتو لحاله مياه بيضاء متحجره ومتقدمه، متحجره ومتقدمه وعايز يعملها بالفيمتو، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ لا بريء. بريء؟ ما ده كان المحاضره اللي هي دي ممكنه. هي دي المحاضره اللي لان هو مش شرط ان انا استخدم كل امكانيات الفيمتو ليزر للميه البيضاء المتكلسه، لا، ممكن اخليه يعمل لي بدل ما يعمل لي 5 خطوات او 6 خطوات من الميه البيضاء يعمل لي خطوتين اساسيتين والباقي انا اكمله، لان في خطوات حرجه جدا الليزر بيعرف يعملها احسن مني انا. فالميه البيضاء المتكلسه اوقات كتير الليزر ما بيعرفش يفتتها، يعني الفيمتو ليزر ما يعرفش يفتت الميه البيضاء المتكلسه، لكن ممكن يعمل خطوات ثانيه في العمليه فيساعدني انا، فمفيش مشكله. لا، ممكن طبعا استخدم الفيمتو ليزر في الميه البيضاء المتكلسه، بالعكس ده مطلوب. يعني باكد ده الكلام ده مطلوب، لو انا عندي التكنولوجيا الموجوده وامتلك الخبره، لا، نعمل الميه البيضاء في نعمل الفيمتو ليزر للحالات الميه البيضاء المتكلسه. هنذهب الى بقى الميه البيضاء. اكتر مرض في العيون اعتقد انه شاهد اوهام،
طلع حد انا شفته وانا صغير، وانا شاب وانا صغير خالص، في شاب طلع قال انا بعمل قطره بتذوب الميه دي. ده لغايه دلوقتي لغايه دلوقتي بنسمع عن القطره دي بس لسه اشوفها. ولغايه دلوقتي اللي قال كده ما عوقبش، ما حدش عمل له حاجه. لا خلاص بقى، ما هو ربنا يسهل له بقى يعني. لا انا فاكر لغايه دلوقتي. لا هو دلوقتي اكيد قاعد برضه معانا في وسطينا يعني. بيقول برضه لسه بيقول. طب هروح بقى للاوهام المتعلقه بهذا المرض الشهير المبيض، الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ طبعا اكيد شفت فيلم كده رضا. في مشهد العبقري احمد حلمي عمله لما راح لدكتور العيون وقال له انا جايب القطره من امريكا، القطره دي عملوها في امريكا ومنعوه انها توصل للشكل الابيض. بص عينيا وراح عاملين عليه نصبه، وهما كانوا اثنين توأم، واحد نظر كويس وواحد نظر مش كويس، وراح قال له هنزل اجيبها لك من تحت احطها قدام، وباع وعاش يعني. ده كانوا بيشتغلوا نصابين في الفيلم كده رضا. ما انا فاكر عادي عادي الجهاز الجهاز بقى بيقيس انزل. من الممكن اجراء، ده سؤال فني قوي، من الممكن اجراء عمليه الفيمتوليزك بعد الفيمتوكاتركت؟ ده وهم ولا شك ولا ممكن؟ ممكن، اصل هي الميه البيضاء دي بنشتغل على القرنيه، على الميه البيضاء ده العدسه اللي جوه العين، والفيمتو ليزك بنشتغل على القرنيه، الاثنين ممكن يعملهم بالفيمتو بتكنولوجيا الفيمتو، بس دي حاجه ودي حاجه. بالعكس ده في اجهزه دلوقتي من الفيمتو ليزر بتشتغل على الاثنين، يعني بتشتغل على القرنيه كمان في نفس، هو نفس الجهاز ممكن يشتغل كمان على الميه البيضاء. ممكن اعمل العيان عمليه ميه بيضاء، ولو انا عايز اعمله ليزك بعد العمليه اعمله ليزك بعد العمليه. بالعكس احنا كمان بنعمل تشريط قرنيه كمان بالفيمتو ليزر، تشريط قرنيه في الميه البيضاء، بعمل تشريط قرنيه بالفيمتو ليزر لاصلاح الابصار كمان. اليقين النهارده ان انت رفعت لنا مستوى الحوار العلمي جدا في الحلقتين الاخرين. اتمنى بس يبقى الكلام واضح وسهل للساده المشاهدين، بس ان انا خايف اكون دخلت في حتت علميه زياده عن اللزوم. في حتت علميه زياده عن اللزوم بندخلها بتوضيح، يعني الناس ما فيش شك اللي رايح يعمل عمليه في عينه او اللي مهتم انه يهتم بعينه ده بيدور في تفاصيل التفاصيل، ده ناقص يذاكر. والله يا دكتور ايمن هو ما فيش حد بيعرف يطلع مني الكلام ده غيرك انت. انا بسعد، وانا زي ما اقول دايما في الدكتور والناس الحلوه، كان في اضافات كتيره وكبيره جدا، لكن في على مستوى العلمي الكل اضافات، على مستوى الكاريزما والشرح الاضافات، انت واحد من الاضافات الاساسيه في هذا المجال، الاضافات الشرحيه المهمه جدا. انا يهمني كشارح هذا المعنى مهم قوي. العلم ناس كتير عندها علم، لكن مش ناس كتير تقدر توصل هذا العلم للجمهور، اللي كان الطلبه يعني الطلبه نفسهم قليلين، وانت حتى المستوى الاكاديمي في عين شمس كانت الناس تحب تحضر محاضراتك. انا من الجيل اللي كنت احب احضر محاضراتك، ربنا يكبرك. ما كبرنيش، فرق بسيط يا دكتور ايمن. عامه انا بنتهز الفرصه وبشكر، طبعا بشكرك تحديدا وبشكر البرنامج، ان هو من يعني انا بحب اقعد في برنامج الناس الحلوه تحديدا، والدكتور طبعا، بس الناس الحلوه ليه طعم خاص في موضوع ان الاسئله مباشره ومحدده، وفريق الاعداد في البرنامج يعني قاري ومتابع ومذاكر كويس قوي عشان يجمع هذه الاسئله طبعا بمساعده حضرتك ويطلع الاسئله، فالكلام ما بيطلعش الا فعلا في الناس الحلوه. لانه كمان احنا في الناس الحلوه الاعداد بيعرف يحط لك اسئله تفتح ملفات شائكه. للاسف. والملفات اللي انت بعد كده بتقعد تقول ليه خليتني اتكلم؟ ربنا يستر. الله يخليك بوجود. نورت وتعبناك معانا النهارده الحوار كتير. طبعا مع الملل الكبير استاذ الدكتور احمد عساف. خليكم دايما مع الناس الحلوه. العمر لحظه والحادثه لحظه، العمود الفقري مش هيستنى عليك اكتر من لحظه. ده طلع في افلام ان يبقى ماشي والخرطوش في ايديه كده وتك تك يضرب ويموت. لما دي تبقى الثقافه تبقى كارثه. اسهل حاجه عندي شويه وجع اروح اي صيدليه جنب مني او افتح الدرج بتاع الادويه وبلبع بقى شويه مسكنات وبصلع ضغط، ما احنا بقينا عارفين الحدوته بقى.